ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. يا صاحبي يا رفيق العمر، يا ضي بغياب القمر، يا دني ما فيها قهر، يا خي أنا. يا صاحبي يا رفيق العمر، يا ضي بغياب القمر. كيف عندك غادي مع قرايات غادي؟ اجي الوالده ديالك كيفاس؟ شويه راه تشرب الضوء يا كنا هاد العشيه كاين مع الطبيب ولا تشوف والدي مالاش هادا؟ عندك ليه ولا خويا تقرا؟ ما عنديش كيف خاص ضروري نشوفها، نمشي نشوفها. مش تشوفها؟ يلا نمشي. اجي اجي اجي. يلا شرب الضوء ولا ما صافي. والدي والله صافي ماشي مشكل. صافي. يو كي غادي مع قرايه؟ ما عاودش ليك اصاحبي الوالد. شوف الوالد حسن لنا سوسه. ما مشكلة اصاحبي. والله. يو اش وقع؟ اخويا ما عرفت لقيت انا مشيت للدار. مزيان اخويا ما مشيناش شفناها. صافي خليك العشيه قلت العشيه. مرحبا ان شاء الله. صافي. اليوم ما بكيتش ليا، غادي مع دار خويا. اخويا احنا غادي، اجي اليوم شنو؟ تعرف شنو؟ باقي لنا يومين نصحي لهم كملوا 3 سنين. وي والله العظيم. والله. ماشي. خويا سيمو يلا خليك دابا نمشي عند الوالده صافي غادي تكون فاق طوال يلا حيت يلا في العشيه نتلاقاو صافي يلا تهلا سير راجع اش انت اش كديري؟ انا تسخرت ماما والله الا راجع كتبقى لبالي ومالي شنو درت باغي تسخرت ثاني هذيك البرامج ديالك واش كدير في الدار؟ ومره اخرى وي تسخرت انت ويلي صافي يلا يلا نضرب دوري عليا بلاش ما نعيش ولا تانية بغياب حسيت معه بالحب وقلبي بغاه ورتاح لقلبه مستنى نهار اللي تكوني فيه حلالي نتمنى نكون ديالك وتكون ديالي مستنى نهار اللي تكوني فيه زيد ربع ساعة زين لحظة اخويا مع الوقت شنو عشناك هذا والله كان بداش الحمد لله وكيما يدير في هاد البلاد والله العظيم اش
مخبوزه. اخبار زوينه هذه؟ اخبار غطعنا الدب. ليش تعني؟ اخلي على الله ولي. انت ديما كتجيب لي اخبار خايبه صاحبي. شيرتك اللي فرحنا به. فوقات فحا. شكون صاحبي جاني من الاخر؟ شيرتك اللي مصاحب مع دابا. راجع؟ واه. ماله؟ وسمع شير. 12 عام جا الصحبه. سعد سعد خو سير اخو سير 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 اخو جيب لي اصدعت لي سير اخو بعد مني ياك اتشاكدو بيه اتشاكد واتشاكدو واتشاكد يلا سير طلع لي ولا ما صبناش واطلع طلع ولكن هاني والله انا رجعها اليوم 12 عندي صحبات صحابي ودير لي حال موقف خاصك خاصك ضروري هاني 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 أنا سلمى لاباس المهم راه سعد هو عندي في الدار قال لي تلاقاو جا عندي في الدار راه هو دابا كيتسنى فيا صافي أنا خمسة دقائق نلقاك في البلاصة ديال فيا صافي يلاه سلام عليكم مارت شنو تاع ثلاثة ليا ايه علي من ناقص فين شنو راه خوك تسمع في الدار فين؟ هاي في الدار في الشارع الصغير يلا نمشي في واحد السيروس دخلي هو اخوك شنو اخوك انا نوريك دابا شنو اخوك علاش داشي فيا هكا سير سولي اخوك مولاي عارف يلا خرج عليا من الدار يلا انا غنسمعك في البلاصه اللي كتلاقى يلا اش شفتي حنايا كنا دايرين لك سيربريز بغينا نديرو لك سيربريز على حسابي ديال لانيفيرسير ديالنا الثالث يا صاحبي فكرتني عادي كن كرتني اصلي من هيدهم طبعوا لك كور يا صاحبي فكرتني
مجيك. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.